بقات شهر للمسيح الوطني تقريبا، شهر وشي ايام، وهذه فرصه مناسبه باش نعطيكم واحد النصيحه بخصوص الطريقه ديال الاستعداد للامتحان الوطني بالنسبه لماده الرياضيات. كاين جوج انواع ديال التلاميذ، كاين التلميذ اللي هو من الاول بدا وهو اجور، يعني ما ضبط الدروس كاملين وخادم التمارين ديالهم وعنده واحد المستوى جيد في جميع الدروس ياك، ولكن بقى ناقصه انه يستعد للامتحان الوطني. وكاين النوع الثاني اللي هو عنده بعض المشاكل في بعض الدروس، ما وجدش داك الشيء كامل. اما النوع الثالث اللي هو ما ضبط والو، فهذا ما غندويش عليه لانه هذا كيبقى حاله خاصه، وباش يجي نقطه مزيانه وهذا خصو واحد مجهود سبيسيال، حاله خاصه نادره باش انه يجيب نقطه مزيانه، او انه فقط ينجح في الامتحان الوطني خصوصا سيونس مات. اما سيونس فيزيك يقدر. دونك غنهضر على جوج انواع اللي قلت لكم، غنهضر على كل واحد فيهم كيفاش يستعد للامتحان الوطني بالنسبه للمادات الرياضيات. دونك بقى معايا في هذا الفيديو. قبل ما نبدا نبغي نذكر انه الاستعداد الوطني واللي لايف ديالو راهم بداو من بدايه شهر 5، وهذا الاسبوع اللي فات راه درنا لي لايف، سواء بالنسبه للسيونس مات ولا بالنسبه للسيونس فيزيك، وبالنسبه لماده المات معايا انا والفيزيك شيمي مع الاستاذ علاء الدين. اللي بغى معلومات اكثر على التسجيل، هو التسجيل يبقى دائما مفتوح من هنا حتى الوطني. اللي تسجل حتى دوك لي لايف اللي فاتوا غادي يلقاهم مسجلين ومنظمين في البلاتفورم اجيت فهم اكاديمي، كيف ما ديجا كاين المحتوى ديال السنوات اللي فاتت. النيميرو غتلقاوه في ديسكريبسيون، تواصلوا معاه باش تاخذوا تفاصيل اكثر. بالنسبه للنوع الاول اللي هو موجد الدروس ديالو مزيان، اولا نهضر على النوع اللي هو الاكثر، هي غادي يكون هو النوع اللي عنده بعض المشاكل في بعض الدروس. فهنا غننصحك انك تمشي للدروس اللي انت فاهمها مزيان، بحال مثلا الاناليز. كنصح كل شيء انه يبدا بالاناليز. غتمشي للاناليز وغادي تخدم كاع الوطنيات، تخدم الاناليز ديالهم، تبدا من الوطنيه 2023 السنه الماضيه واللي قبلها، وانت غادي خدم غير سيسيون نورمال في الاول وخدم الاناليز. حتى السيسيون تغطخاباج بالنسبه للاناليز ما كاين حتى مشكل. دونك خدم الاناليز وحاول تفهم كيفاش يعني تخدم الاسئله اللي كاينين في البروبليم ديال الاناليز، سواء بالنسبه للسيونس مات او بالنسبه للسيونس فيزيك، وحل المشاكل. وبما انه قلت لكم يعني تبدا بالاناليز لان هي اللي قريتو فيها اكثر من نص ديال البروغرام، اكثر من نص ديال السنه الدراسيه، فغتكون عندكم بزاف ديال المعلومات. ترصيو اموركم على الاناليز، وديك الساعه شدوا الدرس كل واحد بوحده. مثلا تسالي الاناليز غدوز مثلا الدرس ديال العدد العقديه، تخدمو بوحده الوطنيات ديالو، الوطنيات ديالو كنهضر الوطنيات، ماشي التجريبيات ولا التجريبيات تخليهم للاخرين. التجريبيات كيمشيو لهم اللي خدموا الوطنيات. دونك تخدم الوطنيات ديال اللي راهم كومبلكس مثلا، ودوز عاوتاني الدرس اللي وراه اللي هو مثلا بالنسبه لسيونس مات لاغيتميتيك دون زيد، تخدم لاغيتميتيك دون زيد داكشي ديالها. بالنسبه للعلوم الفيزيائيه غيدوز تخدم مثلا الدرس ديال الجيومتري دو ليسباس وداكشي ديال البروبا. كل درس شدو وحل المشاكل ديالك معاه، وياك ترجع تقول انقرا الدرس ا زيرو. مثلا انت تلف لك الدرس ديال التكامل الانتيغرال، ما ترجعش تقرا الدرس كامل، وانما فقط اكتفي بواحد الريزومي ولا واحد الفيشي، او لا تقدر تمشي للكور دي طايي، ولكن تمشي لهذيك الفقره اللي انت عندك فيها مشكل. مثلا واحد عنده مشكل مع لانتيغراسيون با بارتي، غيمشي لانتيغراسيون با بارتي ويشوف دي زيكزومبل عليها ويفهمها وكذا وكذا، صافي ويرجع يخدم في الوطني، لانه ما بقاش دابا الوقت باش ترجع تضبط الدروس كل واحد بوحدو. وعند ما صعيبه، دونك هذا خطا كيديروا بزاف ديال التلاميذ وكيضيع لهم الوقت. دونك ملي تسالي ديك الساعه عاد تدوز للمرحله ديال انك تخدم وطني كامل، تبقى تشد وطني تنزل عليه كامل تخدم كامل، ولا باس انك تعاود دوك الوطنيين اللي خدمتيهم نيت وتعاود تخدمهم كامل، منها مراجعه والمعلومات ديالك. النوع الثاني هو اللي كان اجور من الاول وراه ودابا ما عندوش مشكل، مع عنده مشكل يقدر يكون عنده مشكل مع بعض الفقرات من الدرس، ولكن ماشي شي مشاكل كبيره اللي تخليه يفكر انه يشد الاناليز بوحدها ويشد الكومبلكس بوحدو ويشد سكريبتو ويتكونسنترا معاهم باش يقدر يفهمهم، وانما هو عنده مشاكل قليله. فهنا ننصحو انه يبدا في الامتحان الوطني مباشره ديال الكاميرا باش تفوكيسي
يبدا بالامتحان الوطني ديال 2023 ويبقى نازل، ويخدم الوطني كامل ويشوف الاسئله اللي عندهم اهم مشكل ويخدمهم. وواحد القضيه، وكاين بحال مثلا انا في لي لايف ديال الاستعداد الوطني بديت خدمت معاهم ليكزامون ديال 2023 هو الاول، ولكن النصائح اللي كنعطي في الفيديو هي خاصه بالناس اللي غيخدموا بوحدهم او خدام الاساتذه ديالهم في اولاد في ديكور سوتيا بريزونسييل ولا في عرض اخر اونلاين من غير العرض اللي عندي. ولكن بالنسبه للتلاميذ اللي هما معايا في العرض فكنخدموا في لي لايف امتحان كامل كاع الفقرات دي زعما كاع التمارين ديالو سواء في كومبلكس ولا في الستريكتور ولا في كل فقره كنخدموها وكنعطيوها حقها. لانه كاين فرق ما بين انك تخدم بوحدك وانه يكون معك الاستاذ. اللي يكون معك الاستاذ عندك مشكل في واحد الفقره فكيشرحها كيديطاييها وكذا، انت حليتي المشكل ديالك بلا ما تحتاج ترجع للدرس لا حتى شي حاجه. بينما لو كنت تخدم بوحدك فهذه هي الطريقه ديال الخدمه. وطبعا بالنسبه ماشي غنشكر في الارض، وانما فقط التلاميذ اللي مشتركين يقولوا في الكومونتير واش هادشي كاين ولا لا، او التلاميذ اللي كانوا اشتركوا في بريباراسيون ليكزامان ناسيونال السنوات اللي فاتوا غيلاحظوا انه العرض او نتوما نيت نعطيكم دي فيديو اللي هما كاينين ديجا غراتويت، راهم كاينين، غير دخلوا للبريباراسيون ناسيونال في البلاتفورم. ها انتم دخلوا البلاتفورم اجي تفهم اكاديمي اللي رجع لكم من الاول كاع باش تشوف. ادخل البلاتفورم اجي تفهم اكاديمي غتنزل بحال هكا بريباراسيون ناسيونال راه كاين هنا، هاي كاين ريزومي ديال الكو، هادشي اللي مكتوبه فيه غراتوي راه غراتوي. هذا هما اللي بدينا كنديروا 2023 الكوليج ديالو، وهنايا 2022 غتشوفوا الكوليج ديالو ها هو هادشي كله غراتوي، لاناليز كامل غراتوي حتى بالكوريج ديالو بي دي اف. شوفوا هنا طريقه الخدمه، حتى اللي ما بغاش يشترك مثلا في الارض ماشي مشكل، شوف الطريقه ديال الخدمه وتبع عليها كيفاش انه كل سؤال كنناقشوه وكنجبدوا منه الميثود ديال الخدمه، وهذيك الميثود نقدروا نطبقوها على اي سؤال من نفس النوعيه. وكيف ما كتعرفوا الامتحانات الوطنيه تتشابه، هذا لا ينكره عاقل، تتشابه الامتحانات الوطنيه، وهذا من الحوايج الزوينه اللي تخليكم انكم تقدروا تجيبوا نقطه مزيانه. دونك كنتمنى يكونوا هاد النصائح فادوكم. وانا يعني هاد الفيديو غير يعني انتروداكسيون، مازال ان شاء الله غندير لكم فيديو اخر الا بغيتوه اكدوا لي في الكومونتير ديال بروغرام دو ريفيزيون الامتحان الوطني بالتفصيل، شنو ديروا شحال من ساعه تخدم وكيفاش تخدم ايتترا. دونك صعيب نعطي شي بروغرام للجميع، ولكن غادي نفصل في لي كا وكل واحد الحاله ديالو باش كل واحد يقدر يدير ان بروغرام. وانتم كامل تبارك الله عليكم راه تعرفوا ديروا بروغرام، انا فقط كنبغي نعاونكم هادشي اللي كاين. و كان معكم زكريا بيشان بلاتفورم جيت فيهم اكاديمي. السلام عليكم.